اهلا ومرحبا بيكم، برحب بيكم في برنامج عالم لذيذ جدا. النهارده معانا حلقه جميله جدا، حلقه من اوروبا، من امريكا. الوقت دوت وقت بيسموه وقت الفريلينجز او وقت الخريف بمعنى اصح. الشجر، المزارع، الغابات كلها بتتحول، كل الشجر بيتحول، بيبقى لونه الورق بتاع الشجر بيبتدي يصفر ويخضر ويبقى كله ألوان. ولذلك أنا عامل البوفيه عندي هنا علشان أوحي بالحلقة. الحلقة بتاعتنا النهاردة حلقة جميلة جدا، هناخد الستيك تارتار، هنشوفه بيتعمل ازاي. أكلة جميلة جدا بعيدة عننا شوية، ولكن في ناس عارفاها وبتحبها بمعنى أصح. حاول أعملها لكم النهاردة بطريقة مبسطة جدا وجميلة جدا. وعندنا فيليه برضو زي كباب الحلة كده، وهنعمله بطريقة جميلة جدا برضو بالمارون جلاسي. ده هنبتدي نشوفه مع بعض بيتعمل ازاي. انا عندي هنا فيليه، كويس. الفيليه دوت الستيك تارتار لازم يطلع من حتة ناعمة، وانعم حتة في اللحمة اللي هي الفيليه. ولذلك انا حضرت حتة من الفيليه. الفيليه طبعا لازم اشتريه بالجنب بتاعه اللي هو الجنب ده. دوت انا مش محتاجه، ممكن اطلع منه دوت حاجات كتيره جدا. ممكن اعمل منه كباب حله، ممكن اعمل منه اي حاجات تانية، لان بيكون فيها شويه من الدهن وبتشد. الستيك تارتار لازم يتعمل بلحمه فريش، ما تبقاش يعني ما تكونش لحمه قديمه، ما تكونش لحمه متلجه. ولذلك لازم نعملها دايما بلحمه فريش. هشيل منه الجلد دوت، وبعد كده هروح واخد حته للستيك تارتار، حته جميله كده شويه. هاخد ديت هعمل بيها الفيليه، وهروح واخد اللحمه ديت اروح مقطعها كده بالشكل دوت. لحمه زي ما حضراتكم شايفين جميله جدا، حته لحمه جميله. لو عملت فيها كده صباعي دخل من الناحيه الثانيه. ده لحم الفيلي، لحم طري جدا وفي نفس الوقت جميل، ممكن يتاكل ني وهيتاكل ني. دي الاكله بتاعتنا النهارده، هنشوفها برده بتعمل مع بعض ازاي. هنقطع كل الكلام دوت كده بالشكل دوت، الستيك تارتار بنسمع عليه ولكن مش دايما يعني ناس كتيرة دقته، فهنشوفه بيتعمل ازاي مع بعض. دي طريقة بتاعت الفيليه، هاخد دول كده. وعندي هنا خلاط، هبتدي ان انا انزل باللحمة ديت، احط هنا كده الشكل ده، افرمها كده بالخلاط. لازم يكون خلاط كويس حامي. هشوف ايه الاخبار. كده نعمت. بعد كده عندي هنا كارنيشو اللي هو الخيار المخلل ده، ابتدي ان انا انزل عليه كده بشويه من الخيار المخلل، اخلي الباقي عندي هنا. وعندي هنا شويه من البصل برضو مخلل، وعندي شويه من الكابري، كده بالشكل دوت. وبعد كده اروح من نازل عليه خلي ده بس كده، شوية من الفلفل الأسمر مع شوية من الملح. الملح يكون مش كتير على أساس إن الخيار والبصل فيهم ملح. بعد كده عندي شوية من سامبالولكس، كل ده احطه كده مع بعضه. جميل قوي. بعد كده عندي هنا شويه من الورشستر صوص، مش كتير طبعا علشان اللحمه عندي ما تسودش. كده
هاخد هو ده الطعم اللي انا عايزه والله العظيم يعني بيرفكت. طيب هناخد ده خلاص وده هنشيله من هنا مش عايزينه تاني. ونبتدي ناخد كل الكلام ده برضو ده انا مش عايزه وابتدي ان انا اعمل اول طبق هاخد الطبق دوت وابتدي ان انا كده اخلص اول طبق عندي عندي هنا شوية من الخس انا كده يعتبر اول طبق اللي هو الستيك تارتار خلص من عندي هاخد الكلام دوت كله خلي ده على جنب انا محتاجه دلوقتي هاخد نص الكميه ديت واروح اعملها كده بايدي زي الهامبرجر واروح حاططها كده بالشكل ده ودايس عليها هنا كده من النص عشان بعد كده هعمل فيها حاجه ظريفه قوي كده اصبح الستيك تارتار عندي اول طبق خلص عندي هنا بيضه اللي انا محتاجه كله اللي هو الاصفر بيض احط فيها هنا كده بالشكل ده ابتدي اعمل عندي هنا المكرونه احطها هنا الميه عندي غليت مع شويه ملح مع شوية زيت ده خلاص انا مش محتاجه بعد كده عندي هنا الديكور بتاعي هو كالآتي شوية من الكابري كده عشوائي او سيرياليزم كده الشكل ده مع شوية من ده خلاص انا مش محتاج له خليني احط دي على دي احط سكينة تانية غير سكينة اللحمة ابتدي ان انا احط الكلام دوت كمان هنا وكده اصبح عندنا عندي بضاية وده كده اصبح اول طبق عندي خلص هنشوف مع بعض هناخد فاصل صغير ده كده الستيك تارتار بيتاكل بنفس الطريقه ديت اكله كلها بروتين غنيه جدا جربوا الاكله ديت هتعجبكم ناخد فاصل ونرجع نشوف
الفيليه بيتعمل ازاي مع المارونيه. فاصل ونعود. اهلا بيكم، رجعنا لكم بعد الفاصل. ابتدي ان انا اعمل اللحم الفيليه او قطع الفيليه بصوص الماروني. عندي هنا اللي انا سخنته طاسه علشان عايز احرق شويه سكر. ابص على السباجيتي عندي هنا او النودلز اللي عندي، هي هتستوي على نار هاديه. عبال ما اخلص الاكله هتكون دي استوت. الطاسه هنا هتسخن عبال ما ابتدي ان انا اقطع اللحمه اللي عندي. هاخد كده بالشكل ده، هقطع برضو كده، وبعد كده هروح نقطعها كده. ده كده بالنسبة لي انا مش محتاجه، ده ممكن اسلقه، ممكن افرمه، ممكن اعمله اي حاجة تانية. خليه هنا، وبعد كده انا اعتبر ان انا هبدأ فيه الاكلة التانية. ابتدي احرق بس شوية السكر دول على اساس ان انا احط فيهم الماروني. ده بالظبط نفس الماروني اللي هو ده، بس ده متقشر وده ده متقشر وده مش متقشر. عندي هنا السكر اتحرق، تمام قوي. واسيب كل الكلام ده يغلي مع بعض. هسخن فيه هنا الماروني. بكده اصبح عندي الماروني هو مستوي طبعا، جاهز مسلوق طبعا. وعندي هنا اللحمه. اللحمه عندي ما بتاخدش وقت خالص، تسوى على طول. هنقل هنا وابتدي ان انا عايز بس اقطع عشان ايه كل ده يستوي مع بعض. شويه فلفل اسمر، او بمعنى اصح فلفل ابيض، شويه ملح صغيرين، تبل بيهم اللحمه. كده خلصت عندي. طاسه عندي لازم تسخن ولازم تبقى سخنه جدا، والا اللحمه هتنزل ميتها. عندي هنا شويه من البراون صوص، مش الديميجلاس. في ناس كتير بتقول على البراون صوص ديميجلاس، الكلام ده مش مظبوط على ثقه. ده براون صوص، وده هو ده اسمه. الديميجلاس بيتعمل فريش وبيتعمل من حرق العظم والكلام ده كله، ممكن ابقى اعمله لكم في يوم من الايام. عندي هنا لسه شوية. ده بدأ يستوي عندي. لازم الطاسة عندي تكون سخنة جدا. هاخد شوية من المية وابتدي ان انا ادوب فيها الديمي جلاس دوت. متأسف، البراون صوص. وعندي هنا مضرب سلك. عندي هنا صوص، ابتدي ان انا انزل بيه على هنا كده، وابعده على النار شوية على اساس ان هو ما يتقلش معايا زيادة عن اللازم.
واسيب كل الكلام ده يغلي كده مع بعضه لحد ما يستوي. عندي هنا الطاسه سخنت عشان اعرف الطاسه بتاعتي سخنت كويس ولا ما سخنتش. يبقى هعمل كالاتي: 21 22 ايديا لسعتني بعد ال 22 الطاسه عندي سخنه ما اجيبش ميه وافضل ارمي ومش عارف ايه وطرطش عليا. 21 22 الطاسه بتاعتي سخنه مش طايقها. طيب هبتدي ان انا اخد هنا شويه من الزيت وهاخد اللحمه دي كلها كده. احاول بس ان انا افرطها بعيد عن بعض على اساس ان هي ما اقلبش فيها خالص، اسيبها كده بس لحد ما تستوي. افرطها بس ايه بعيد عن بعض وهجيب طبق علشان اطلعها فيه. ده كويس. دي لحمة فيليه مش لازم اقرص عليها في السوى. انا كل اللي انا عايزه ان انا اللحمة عندي ما تشدش، عايز اكل لحمة تكون الطعم بتاعها فيها. ولذلك كده اللحمة عندي بدأت تستوي، بقت 3 ارباع سوى بمعنى اصح. اللحمة الفيليه ما بتاخدش وقت خالص. عشان احافظ على كم البروتين اللي فيها لازم اروح اعملها بالشكل دوت وابتدي ان انا ناخد كل الكلام دوت. احط فيها شوية من المية. وانزل في نفس الطاسة اللي هي كان فيها اللحمة. عشان تبتدي ان هي تاخد طعم وريحة. سنة مية كمان. عندي كده بعد كده اللحمة هنا ابتدي ان انا انزل بيها واخلي كل دوت يغلي مع بعض. مش عايز اسوي بقى اللحمة خالص. كده عندي استوت. هاخد بعد كده المكرونة ديت استوت. بعد كده هبتدي عندي هنا الطبق ده هاخد شوية من المكرونة. ابتدي ان انا انزلها بالشكل ده. ده خلاص مش عايزه. بعد كده هاخد اللحمة اللي عندي هنا وابتدي ان انا انزل بيها كده بالشكل دوت. اللحمة عندي استوت مش لازم اسويها اكتر من كده خالص. كده اصبح الطبق عندي خلص. اديله بس اي ديكور صغير. وكده اصبح المنيو التاني خلص اللي عندي.
كده بالشكل دوت. دي كده كانت الاطباق بتاعتنا، الستيك تارتار ولحم الفيليه اللي هو بصوص الماروني وبالماروني مع النودلز او المكرونه الشرايط. اتمنى ان انتوا تجربوا الاكله ديت، هتعجبكم جدا. وبالهنا والشفا اشوفكم في حلقه تانية جديده برنامج عمل لنا لذيذ جدا. كان معكم الشيف هشام البنا، شكرا، مع السلامه. We'll be right back.